رفض الاتحاد والمركز لكرة القدم إعارة خدمة المدرب باسم قاسم لقيادة فريق نادي الشرطة في الدوري الممتاز. وقال أمين سر الاتحاد صباح رضا أن الاتحاد رفض الطلب المقدم من إدارة نادي الشرطة من أجل إعارة خدمة المدرب باسم قاسم لفريقها الكروي المشارك في الدوري الممتاز، كونه ملتزم بعقد مع الاتحاد يمتد إلى شهر أيلول المقبل. وأشار إلى أن الاتحاد يبحث عن الاستقرار في ملاكاته التدريبية، لا سيما أن الكثير من المهمات تقع على عاتق الملاك التدريبي من أجل اختيار العناصر الكفؤة لتمثيل المنتخبات ومنها المنتخب الوطني الأول.